وصلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة إلى أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا أدا، شكرا مصطفى. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. شارك محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في الاجتماعات السنوية لمساهم بنك التصدير والاستيراد الأفريقي أفريكسام بنك التي تعقد بالعاصمة الغانية أكرا. والتقى محافظ البنك المركزي مع رئيس نانا أوكوفو أدو رئيس جمهورية غانا. كما التقى محافظ البنك المركزي بالعديد من كبار الشخصيات وممثلي مؤسسات التمويل والمؤسسات التنموية. تناقش الاجتماعات السنوية للبنك العديد من الموضوعات الهامة، من بينها قضايا التجارة الإفريقية البينية والتمويل والتنمية المستدامة وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. قرر البنك المركزي المصري طرح عملة جديدة من فئة 20 جنيه مصنوعة من البوليمر التي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة. وتتميز عملة 20 جنيه الجديدة بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها، وذلك عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية. قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، وذلك بداية من يوليو القادم. وأوضح المجلس أن القرار يتناسب مع سياساته في تحقيق التوازن ما بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط متأثرة بخفض الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض أقل من المتوقع، مما يثير مزيدا من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم. تراجع خام برنت بنسبة بلغت 2.47% ليصل إلى تقريبا 70 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.21% ليسجل 75.17 دولار، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 3.11% لتصل إلى $2.42. وذلك أيضا تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.23% مسجلة $2.62، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات حكومية صينية أن واردات النفط في روسيا ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق في مايو الماضي، مع استمرار مصاف التكرير الخاصة في التهافت على الخام الروسي بأسعار مخفضة وسط العقوبات المفروضة عليها. ووفقا للبيانات من الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي النفط الوارد من روسيا 2.29 مليون برميل يوميا، وذلك في مايو. نهاية وقفتنا الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا لأدا ومصطفى، فإليكم. شكرا لك رجائي على هذا العرض.